سلام الله عليكم. النشرة المحلية من قناة الشروق، أهلا بكم. رئيس الوزراء يدعو لمشروع قومي. رئيس الوزراء يدعو لمشروع قومي يستصحب تحديات ولاية البحر الأحمر. ولاية كسلة تدعو منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لدعم الشرائح الضعيفة. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تتجه لإنشاء مكتب فرعي لقطاع كردفان الكبرى بمدينة كادوبلي. قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنه لا بد من مشروع قومي يستصحب كل تحديات ولاية البحر الأحمر ومعالجتها. وقال حمدوك لدى ترأسه اليوم اجتماع حكومة ولاية البحر الأحمر بحضور والي الولاية اللواء ركن حافظ التاج إن هذه الولاية تعد بوابة السودان الرئيسية، مؤكدا ضرورة التعامل مع ولاية البحر الأحمر بشكل استراتيجي. ووصل حمدوك إلى بورت سودان التي تعيش حالة من التوتر بسبب النزاع الأهلي الذي اندلع في المدينة خلال الأيام الماضية. وكان رئيس الوزراء قد استمع خلال الاجتماع إلى تنوير من عدد من وزراء حكومة الولاية، وقال والي البحر الأحمر إن هناك ضعفا كبيرا في ولايته في مجال الخدمات، مبينا أن غياب التنمية وتفشي البطالة وسط الشباب من الأسباب الرئيسية وراء حدوث بعض الاحتكاكات بالولاية بين الفينة والأخرى. وكانت الأطراف في بورت سودان قد اتفقت على نزع فتيل الأزمة ووقعت اتفاق الجلد بولاية البحر الأحمر بحضور أعضاء من مجلس السيادة وعدد من الوزراء وأعضاء حكومة الولاية بجانب القيادات الأهلية والكيانات الشبابية. وينص اتفاق الجلد على وقف القتال القبلي الذي شهدته الولاية. وقالت أطراف النزاع إنهم توصلوا باعتبارهم إدارات أهلية إلى حلول لحقن الدماء بجانب التأكيد على رتق النسيج الاجتماعي، فضلا عن السعي إلى إدارة حوار شفاف يمكن مكونات الولاية الاجتماعية من الوصول إلى حلول مرضية ونهائية. ووقف وفد المركز على الأوضاع الأمنية بمدينة بورت سودان عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها، كما تفقد الوفد جرح الأحداث بمستشفيات المدينة. تعهدت شرطة ولاية الجضارف بتأمين الموسم الزراعي في مرحلته الأخيرة والمهمة والخاصة بالحصاد وفتح مسارات الرعي منعا لأي تدخلات بين المزارعين والرعاة. وقال مدير شرطة ولاية الجضارف عبد الله حسن عبد الله في احتفال تخريج مستجدي الدفعة 21 من شرطة الولاية إن الدفعة الجديدة إضافة حقيقية لبسط الأمن والطمأنينة، وأشار إلى تطوير معينات العمل الشرطي من آليات ووسائل نقل وحركة حتى تتمكن الوحدات من أداء واجبها على الوجه الأكمل. نقول أن الشرطة تقوم بتأدية واجباتها المفروض عليها بموجب الدستور بشتى الوسائل القانونية، لا تحيد عن ذلك وتبذل في ذلك الغالي والنفيس من الأرواح والدماء القالية. وفي إطار مكافحة الجريمة نفذت الشرطة العديد من الخطط، خطة شرطة الولاية، خطة تأمين الموسم الزراعي، خطة تأمين المسارات، خطة تأمين الحصاد، بالإضافة للأطواف والدوريات المشتركة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالولاية، وذلك للحد من الظواهر السالبة مما كان له الأثر الإيجابي على الموسم الزراعي هذا العام. وفي السياق أشاد والي الجضارف المكلف نصر الدين عبد القيوم بأداء أجهزة الشرطة ودورها في استقرار الحالة الأمنية بالولاية، وتمنى أن تكون الدفعة المتخرجة إضافة للعمل الشرطي والأمني على مستوى المحليات. نحيي شرطة الولاية بكل مسمياتها ودورهم البارز ومجهوداتهم الكبيرة التي يقومون بها لراحة المواطن، فلهم منا التحية والتقدير. ونحن اليوم نشهد هذا التخريج نهني الشرطة السودانية ونهني شرطة الولاية بصورة خاصة بهذه الإضافة القوية التي تكمل بإذن الله النص في القوات بهذه الولاية.
التقى والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الصادق الطيب عبد الله وفد بنك التنمية الأفريقي الزائر للولاية وممثلي وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية الاتحادية، وذلك للوقوف على البرامج والأنشطة التي ينفذها البنك بشمال كردفان. وقال والي شمال كردفان المكلف مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به البنك عبر المشروعات التي ينفذها البنك والتي تتماشى تماما مع أهداف الولاية، خاصة وأنها تلامس احتياجات المواطنين الأساسية لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، مؤكدا على تعاون حكومة الولاية مع البنك لتحقيق أهدافه المرجوة في القارة الإفريقية. ومن جانبه أشار مستر بيتر أغوم رئيس الوفد الزائر أن المشاريع التي جاري العمل فيها هي عبارة عن منحة تقدر بحوالي 43 مليون دولار لتنفيذ المشروعات الصحية وتخفيف حدة الفقر بولايات شمال كردفان والنيل الأبيض. وقال إن المشروع يستهدف الأسر الفقيرة من خلال توفير بطاقات التأمين الصحي ودعم الأسر بالمشاريع المدرة للدخل. هذه زيارة من البنك متابعة أنشطة المشروع ومتابعة الأهداف والأنشطة المخططة، وهذه المهمة تتأكد من مدى تحقيق هذه الأهداف ومدى تنفيذ هذه الأنشطة بالنسبة لولاية شمال كردفان. So that the implementers of the project. ولاية شمال كردفان تعتبر المنفذ الرئيسي للمشروع، لأن المشروع البنك ما منفذ، البنك هو ممول، وبالتالي تعتبر العلاقة مع حكومة ولاية شمال كردفان هي منفذة للمشروع وهي المتابعة لأنشطة المشروع. قال اللواء شرطة أحمد محمد طاهر رئيس مبادرة التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي بولاية كسلة إن مبادرة التي تبنتها الشرطة السودانية تهدف إلى حماية السلم المجتمعي وحل الخلافات المجتمعية عبر الحوار. وقال خلال مخاطبته فعاليات المبادرة بمدينة كسلة في شرق السودان لم يعرف من قبل أي خلافات إثنية والتي أججت نارها مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى طي المكونات المجتمعية بولاية البحر الأحمر للخلاف الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، مشيرا إلى رأب الصدع بين كافة المكونات. ودعا طاهر الشباب إلى عدم التعرض إلى زعماء الإدارة الأهلية وقياداتها بأي من أشكال النقد السالب والضار بمجتمع الولاية، باعتبار أن زعماء الإدارة الأهلية بشرق السودان يعتبرون خط أحمر لقومياتهم. ونبقى في ولاية كسلة، حيث دعا الوالي المكلف محمود همد منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية إلى التفاعل مع قضايا المجتمع ودعم شرائعه الضعيفة. وقال همد الذي ودع قافلة التراحم الخامسة التي سيرتها منظمة مداد الأكرمين إلى خلاوى القرآن بمحليات ولاية كسلة وعدد من القرى، قال إن دور القرآن وتحفيظه أشد حوجة إلى دعم المجتمع، مشيرا إلى الدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه المنظمة لخلاوى القرآن والمجتمعات الهشة بالولاية. ومن جانبه قال مفوض العون الإنساني بكسلة إن القافلة جاءت في وقتها باعتبار أن الولاية خارجة من آثار الخريف الذي تأثرت به بصورة أكبر خلاوى القرآن، مؤكدا أن جل المناطق التي تعرضت للدمار تحتاج إلى إسناد المنظمات. منظمة مداد الأكرمين التي دابت ودي للمرة القافلة الخامسة، لأنه مثل هذه الظروف المجتمع يحتاج لإسناد، خاصة نحن مارقين من طوارئ الخريف والآن بعض الوبائيات، ومثل هذا الإسناد للمجتمعات الهشة أصلا والمحتاجة، وخاصة طلاب الخلاوة وأهل القرآن الكريم، عمل جميل إن شاء الله ربنا يتقبله. إلى ذلك قال مدير منظمة مداد الأكرمين كامل محمد أحمد إن القافلة تحتوي على 2700 جوال من الذرة تستهدف أكثر من 20 دارا لتحفيظ القرآن بجانب دعم القرى المتأثرة بفيضان خريف هذا العام، مبينا أن الكلفة الكلية للقافلة تتجاوز 4 ملايين جنيه. تأتي هذه القافلة متوجهة إلى مراكز تحفيظ القرآن وإلى بعض المناطق الضعيفة، عدد 2700 جوال من الذرة بتكلفة مقدارها 4,800,000 جنيه، تأتي بتبرع من فاعل خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله وأن يبارك له في عمره. تأتي هذه القافلة في هذا الوقت بالتحديد دعما ومؤازرة لمراكز تحفيظ القرآن، وذلك من أجل تجويد القراءة وتجويد الحفظ
الحفظ بدعم هذه الغافلة، تصلهم هذه الغافلة في هذا الوقت لتيسر وتسهل لهم الظروف المعيشية التي يعيشونها في هذه الأيام. قام وفد مفوضية حقوق الإنسان بالبلاد بزيارة إلى ولاية جنوب كردفان، التقى خلالها بوالي الولاية اللواء الركن الرشاد عبد الحميد إسماعيل. وأوضح الأمين العام لمفوضية حقوق الإنسان المكلف عبد الخالق عبد اللطيف وداعة إن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها افتتاح فرع المفوضية رئاسة قطاع كردفان الكبرى بكادوغلي. وكشف وداعة عن دلالات اختيار جنوب كردفان لرئاسة القطاع نسبة لحوجتها الماسة في ظل السلام والاستقرار الذي تعيشه الولاية هذه الأيام بعدما عانت فترات طويلة من ويلات الحرب. طبعا في الخطة الاستراتيجية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان المفروض تفتح 5 مكاتب في 5 قطاعات في السودان، ومكتب كادوغلي هو يمثل قطاع كردفان للثلاثة ولايات، ولاية شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان. رئاسة هذا القطاع في كادوغلي واختيارنا لكادوغلي كان لاعتبارات كثيرة جدا، منها خروج الولاية من النزاع ودخولها في مرحلة السلام والأمن والسلم الاجتماعي. أهداف المفوضية طبعا حسب قانون المفوضية الصادر في 2009، من ضمن الأهداف المهمة هو نشر ثقافة حقوق الإنسان. كشف خضر الطويل مفوض العون الإنساني بجنوب كردفان بأنهم اجتمعوا مع المنظمات الإقليمية والوطنية بجنوب كردفان، وناقش الاجتماع كيفية التدخلات الدولية والإقليمية والوطنية للمنظمات العامة بالولاية تجاه النازحين من مناطق محلية البرام. وأشار الطويل إلى أن المنظمات أبدت استعدادها للمساهمة في توفير المعينات من الغذاء وكل ما يحتاجه النازحين، وأكد أن المنظمات تلعب دورا مهما في تجاه النازحين، وقال إن الولاية تشهد استقرارا وسلاما فيما يتزايد عدد النازحين بينما يتراوح بين 100 إلى 300 في اليوم الواحد. الآن تنوير كامل عن الدخول الحاصل من القطاع الجنوبي ده من محلية البرام من 11 تقريبا قرية من القرى بتاعت محلية، والأعداد الضخمة وصلت تقريبا يوم السبت كان 287، ارتفعت ل 485 يوم الأحد، يوم الاثنين امبارح كانت 618، ودي أعداد كبيرة جدا جدا. والشيء المؤسف أن المفوضية ما عندها إمكانيات عشان تقدر تقدم للناس دي هذه الحاجات، وبالتالي كان الاجتماع ده مع هذه المنظمات بخصوص أنه تنويرهم ونشوفهم كمنظمات استعدادهم لتقديم المساعدات الإنسانية المطلوبة لهذه المنظمات. الحمد لله الاجتماع الأول يمكن يعني مشى بصورة مميزة جدا وبصورة ممتازة، لكن الاجتماع الثاني ده كان فيه شغل عمل كثير جدا جدا، والآن في عدد كبير من المنظمات حتقدم مواد بتاعتها، إيوة في منظمات حتقدم ملابس، في منظمات حتقدم أغذية. النشرة المحلية المتواصلة وفيها بعض الفاصل. تمت برمجة العشاء. تدشين قطار الخرطوم المحلي ضمن حلول أزمة المواصلات بالولاية. وفي نفس الوقت نضمن مرور المركبات وفريق حتى الراجلين. أهلا بكم، المزيد من الأخبار المحلية عقب الفاصل. امتدح عدد من المواطنين سرعة الإنجاز التي صاحبت تدشين قطار الخرطوم المحلي، وعدد الركاب مزايا القطار وإسهامه المتوقع في حل أزمة المواصلات بولاية الخرطوم وتقليل الزحام المروري بالطرقات. نحن بنهني مرة أخرى كل المواطنين ب أكد إن شاء الله المحلية. تذكير بالعناوين: رئيس الوزراء يدعو لمشروع قومي يستصحب تحديات ولاية البحر الأحمر. ولاية كسلة تدعو منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لدعم الشرائح الضعيفة. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تتجه لإنشاء مكتب فرعي لقطاع كردفان الكبرى بمدينة كادوغلي. نهاية النشرة المحلية. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. إلى اللقاء.